بالحروف. داخل هذه المدرسة الابتدائية المتواجدة في ولاية تسمسيلت يعيش التلاميذ فرحة جلية بعدما تمكنوا من استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة في تنمية قدرتهم المعرفية. برفقة معلمهم هذا أصبحوا يتقنون الإبحار في عالم الانترنت بعدما استفادت مدرستهم من خدمات الجيل الرابع لاتصالات الجزائر. نحن في إطار مبدأ تطبيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ، نحن نقوم بمؤسستنا بتعليم أولادنا البراعم تكنولوجية الإعلام والاتصال من أجل التحصيل المدرسي الجيد. المدرسة تاعنا استفادت من يعني الحواسيب هذه وكذلك تقنية الجيل الرابع. هذه القرية الواقعة بين أحضان جبال الونشريس تعرف ربطا بشبكة الهاتف الثابت. مكسب مكن ساكنتها أيضا من استغلال خدمات الانترنت الثابت وفك العزلة عنهم. هذا الدوار كنا منعزلين تماما من ناحية الاتصالات، فيما يخص الجوال يعني ما كانش عندنا، لكن بفضل جهود اللي قامت بها الاتصالات الجزائر اللي ولايه تسمسيلت، الحمد لله رانا نقدروا نتصلوا بفضل استعمال الهاتف الثابت. رانا نستعملوا الانترنت، نستعملوا يعني الاتصال على المباشر يعني احسن من بكري. تسمسيلت تصبو الى التنميه والعصرنه بتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثه للاتصالات ودعمها عبر كافه اقليم الولايه.